أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمره الله الأمر له أمر للأمة، لكن القرآن الكريم عندما يأتي الأمر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم معنى المراد أن الأمر للأمة أبلغ، مثل قوله تعالى في مطلع سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. هل يوجد من خلق الله جميعا أتقى من رسول الله؟ قطعا لا يوجد، لا يوجد. فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باتق الله، إذن قال علماء التفسير المراد به خطاب أمته من خلاله، ليكون أبلغ، ليكون الأمر أبلغ. فلما يكون الأمر لرسول الله اتق الله، إذن كيف سيكون الأمر لأمته؟ أكيد اتقوا الله بالمبالغة، بالمبالغة. الله أكبر. ولذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو، يعني أيها المؤمنون عيشوا بينكم بالعفو، عيشوا بالسماحة، عيشوا بالسلامة، عيشوا بالقلب السليم، عيشوا بالنية الصالحة. خذوا هذا مني، أنا ربكم أأمركم بهذا، خذوا هذا مني، خذوه وعيشوا به. ليس هذا فقط، هذا فقط رقم واحد، خذ العفو وأمر بالعرف. وأمر بالعرف قال الإمام البخاري في صحيحه: أي بالمعروف، أي بالمعروف. وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. جاء في التفسير أن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هي ليست ثلاث أوامر متفرقة، إنما هي ثلاث أوامر مجموعة في حالة واحدة. ليس هنا خذ العفو، وهنا أمر بالمعروف، وهنا أعرض عن الجاهلين، لا، في مكان واحد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنه، في مكان واحد، مجموعة. كيف مجموعة؟ إذا بيني وبين أستاذ شافعي خصومة، وأنا أعرف أنه ظلمني، وأنا مظلوم عنده، أساء الظن بي، وتعدى علي، واتهمني زورا وبهتانا، ظلما وعدوانا، الله يقول خذ العفو. حقا؟ نعم، سامح عفوا. الله يقول إذا عفوت عنه ما تخسر. أنا سأقول يا رب حقي يضيع، لا، ما تخسر، حقك عندي. إذا أنت عفوت عنه أنا عفوت عنك، أيهما أكبر، عفوي أم عفوك؟ الله أكبر. أيهما أكبر، ذنبه إليك أم ذنبك إلي؟ الله أكبر. إذن خذ العفو، لو قبل والله جعله يستحي من أخلاقي معه الحمد لله، هذا عفو مع هداية وأصبح بيننا صلح ومحبة. لكن إذا ما يقبل، عنده عناد، هنا يأتي أمر بالعرف. ما قال بالمعروف، بالعرف. يعني انظر لحاله، ممكن بكلمة طيبة تنصحه وتقول أنا سامحتك،
لكن أخويا حبيبي هذا يعني كذا، يعني بالعرف هاتي هاتي أمره انصحه. لو كان بعد هذا ما يقبل النصيحة ركبه العناد اتركه وأعرض عن الجاهلين، اتركه، لكن لا تتركه تتكلم عليه تعمل فتنة أخرى، لا اتركه وأنت ساكت، اتركه، أعرض، أعرض، ما قال أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم كلهم. في حياتك كن مؤمن، خذ العفو، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللهو مروا كراما، لأنه ما يسمع ويجتموا، ليس ضعيفا وقوي، ليس لا يملك الحجة وعنده الدليل، لكنه مؤمن فهم دينه وتربى على أخلاق القرآن الكريم وأخلاق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومن يتربى على الأخلاق الإيمانية عليه أن يعرف أن ما يجري عليه قد جرى على الأنبياء وجرى على المرسلين وجرى على العلماء وجرى على الأولياء وجرى على الصالحين. هذه سنة الحياة، هذه دار ابتلاء، لذلك نحن مأمورون بهذا. ليس هذا إحسان مني عليه، إنما هذا أمر ربي الذي واجب علي أن أعيش به. خذ العفو وأمر بالعرف. عندما نمتثل هذا الأمر ونفهم خطاب الله، نحن ملوك، نحن سلاطين، نحن السعداء، نحن الأمراء. كيف؟ قلب سليم تضع رأسك تنام، هو ما ينام، هو تعبان، هو في الفتنة يعيش ويتصل ويتكلم وأنت تصلي وتنام مع الله، مع الله تعيش. أنت في صحة هو في الهم، أنت في الراحة هو في القلق، أنت في الخير هو في الشر، أنت مع الله هو مع الوسوسة. هذا ديننا، دين الخير.